يا مساء الكفتة المشوية. طبعا الكفتة المشوية بقى من الأكلات اللي كلنا بنحبها طبعا، وطعمها جمادان يعني، وبتبقى جميلة قوي مع الطحينة بقى والعيش والجرجير وكزبرة كده متقطعة عليها. طبعا لو أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الإشعارات بكل أكلة وفيديو جديد عندي بالقناة، وكمان لايك ان شاء الله لما الفيديو يعجبكم، وشير يا ريت. هنبتدي بقى اقول لكم عملت انا الكفته المشويه الجميله دي ازاي. جبنا المكونات: لحمه نص كيلو لحمه او كيلو لحمه تبع ما انتوا جايبين الكميه، لحمه مفرومه. بنضيف عليهم بطاطسايه متوسطه وبصله كبيره وحزمه كزبره وبقدونس، وطبعا البهارات ملح وفلفل اسمر ومعلقه بيكنج باودر كبيره، طبعا لو كيلو ومعلقه كبيره، نص كيلو معلقتين صغيرين مثلا يعني. طبعا البطاطس انا بشرتها كويس، بطاطسايه انا بشرتها وعصرتها من الميه، والبصله نفس الحكايه بشرتها وخدت الميه بتاعتها في جنب عشان اصبع بيها، صبعت بالشكل ده على المعلقة او خل عندكم. وبنجيب ورقة فويل نحطها في الصينية، نفرشها في الصينية ونحطها عليها، وبنصبع الكمية كلها. وبعد ما نكون قلبنا كل المكونات على بعض، الكزبرة والبطاطس والبصل والبيكنج باودر والملح والفلفل، كل ده مع بعض، وبنعجنهم في بعض كده كويس، ونصبعهم كده بالمعلقة ونسيبهم ساعة قبل ما ندخلها الفرن بقى ترتاح شوية. طبعا انا الخطوه الاولانيه انا ما صورتهاش، لان انا كنت عامله قبل كده الكفته المشويه في القناه برضو، بس ما كنتش صورت الجزء الاخير اللي هو بندخله في الفرن وبنطلعها والشكل وكده، فانا قلت اكمل. بس انا اضفت في المره ديت عن المره الاولانيه بس البطاطس بقى بتديلها، خلاها طريه من جوه قوي وهشه وجميله، وبتزود الحجم يعني، بتزود كمية الكفتة اللي عندي. طبعا انا كده هعرف، سخنت الفرن قبل ما ادخلها بربع ساعة كده على الرف، وبعدين سبتها على الرف كده زي ما هي، ما قلبتهاش ولا اي حاجة. ومجهزة بقى طبعا معانا الجرجير، بيبقى جميل قوي يعني، نطلع الكفتة عليه او ممكن نفرش في الطبق كزبرة خضراء. انا طبعا بحب اعمل مع الاكله دي سلطه يعني الطحينه بالطماطم، بيبقى طماطم غسلاها حطها مثلا في طبق كده على الرف برضو في الفرن مع الكفته وهي بتتشوي، بتستوي كده في الفرن طبعا شايفين بخار. والاحسن بقى لو انتم مش عايزين القشر تقشروه، بس هو عشان كان الطماطم سخنه وكده انا بنحب يعني اعملها يا اما اقشرها او اهرسها كده، واللي عايز ياكل القشر ياكله او يسيبه بقى براحته. بنهرسها الاول كويس كده زي ما انتم شايفين بالشوكة، وبعدين هنكمل بقى نضيف عليها الطحينة. بس اهم حاجة البطاطس اللي هنضيفها نبشرها ناعم ونعصرها كويس خالص من المية، والبصلة برضو نفس الحكاية نعصرها كويس، وبناخد مية البصل على طماطمية كده ومعلقة زيت نبل ايدينا فيهم واحنا بنصبع الكفته بتاعتنا. صبحها على خل خشب او معلقه او اي حاجه يعني تعرفوا تعملوا عليها. انا كنت عامله الفيديو عندكم على القناه، ابقوا ادخلوا تشوفوه الطرف الاول، بس انا ضفت بس عليها زي ما بقول لكم البطاطس. بنضيف بقى الطحينه ونقلب ونشوف محتاجين نضيف تاني طحينة للطماطم اللي عندنا ولا لا، فبنضيف تبع ما نحتاج. طبعا ما بنحب يعني تكون الطحينة قد ايه، وممكن ناخد الطماطم نضربها في الخلاط هي والطحينة عشان قشر الطماطم لو انتم مش عايزين تشتلوه او يفضل فيها كده تضربوها في الخلاط بيكون ملهاش اثر يعني.
بنضيف بقى تاني، انا حبيت اضيف تاني طحينة، كل واحد زي ما بقول لكم تبع السمك اللي قدامكم في الطحين. وممكن نعمل طحينة عادية زي ما احنا متعودين نعملها بمية دافية، ونضيف عليها معلقة خل، عصرة ليمون مع البهارات، مع مثلا عندنا توم باودر، بصل باودر، عليها اضافات وخلاص تبع ما تحب. بس دي طريقة جديدة برضو، بنزود بقى كمية الطحينة وبتبقى بنستمتع بقى بطعم الطماطم ونكهتها وهي مشوية كمان. وكنت برضو حتى على الرف بطاطس مشوية، لو عندك بطاطس صغيرة او حتى بطاطس كبيرة وتحطها على الرف تستوي. البهارات بقى اللي ضفناها لسلطة الطحينة ملح وفلفل اسمر وشطة. الشطة طبعا بتخليها برضو الصوص بتاع الطحينة حلو سبايسي جميل قوي مع المشويات. طبعا كنت مجهزة طبقين، طبق فيه كزبرة او بقدونس متقطع، وطبق فيه ورق جرجير عشان نطلع الكفتة المشوية عليه. واللي بيحب يعمل التكة بتاعت اللي هي اللي على الفحم، ياخد فحماية ويحطها فيها ويغطي عليها زي ما يحب. دي حاجات اختيارية، يعني الطحينة ممكن تعملوها عادية او بطماطم، وممكن تكة الفحم برضو زي ما تحبوا. ومعلقة الخل طبعا على الطحينة ده اساسي. كده بقى الطحينة تمام وجاهزة معانا. وزي ما قلت لكم قشروا الطماطم او اضربوها في الخلاط. نروح بقى للكفتة بتاعتنا، خلاص بقت مستوية وجاهزة. وايه الطعم والشكل جمدان، ولونها واخد اللون من ناحيتين، انا ما قلتهاش زي ما انتم شايفين كده على الرف بس بالصاد الفرن وبالحررته بس وخلاص. طبعا بتبقى على درجة حرارة متوسطة، وحجمها زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعها مكشش ولا حاجة. البطاطس اللي بنحطها بتديلها سمك وكمية كبيرة وبتخليها منهشة كده وطرية من جوه. هوريكم اللون دلوقتي، الاول شايفين اللون من ناحيتين نفس اللون، والشكل من جوه جميلة. وطرية وحلوة، ما هياش ناشفة اللي احنا تضايقنا احنا بناكل. ياريت لو اول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ولايك ان شاء الله، وجربوا الاكلة الجميلة الكفتة وبالطريقة اللي انا عملتها لكم، وضيفوا عليها كده بطاطساية حبة بطاطس لو نص كيلو متوسطة صغيرة، لو كيلو ماشي بطاطساية كبيرة. بس اهم حاجة نعصرها من المية بتاعتها، والبصل برضو نعصره من المية وناخد التفل بس. مية البصل بناخدها بقى مع طماطمية ومعلقة زيت بنصبحها، وأحلى كفتة بألف هنا.